عملية تسليم كشوفات المعتقلين من قبل طرفي المشاورات في السويد. هل ستوقف مشاورات السويد محنة المعتقلين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيا؟ وهل سيفرج فعلا عن أولئك المسحوقين والمعذبين في الأقبية والسجون؟ أهلا بكم. تترقب أعين العالم لما قد يخرج به المتحاورون في السويد، غير أن الأكثر هن أمهات المختطفين التي يأملن خيرا في الإفراج عن أولادهن وأقربائهن الذين يقبعون في معتقلات الميليشيا. ما تقوله الشواهد ممن يفرج عنهم لا تبعث على الإطمئنان حول صحة المغيبين، فأكثر من 2000 مختطف ومخفي قسرا في سجون الميليشيا يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات ووسائل التعذيب المحرمة دوليا، باتوا اليوم أشد حاجة للإفراج عنهم. والأهم من ذلك إغلاق باب الاختطاف والتعذيب في السجون، وإلا فإن الميليشيا لن تجد حرجا في اختطاف من صدفت من المدنيين وإلصاق التهم بهم والمقايضة بهم على مقاتليها أو بأموال وممتلكات أسرهم. ولنا في من خرجوا من براثن المعتقل شواهد عن مأساة جلية يجب أن تهز ضمير الإنسانية العالمي، وليس أبعد من ذلك قصة المعتقل نشوان مقبل. عذبوه وشجوا رأسه وقطعوا إحدى خصيتيه وتركوه لا يقوى على السير أو الوقوف. إنها واحدة من أشكال التعذيب الرهيبة في سجون الميليشيا الحوثية، ضحيتها المواطن نشوان مقبل الذي عاد منذ أسبوع إلى أسرته بعد عام وثمانية أشهر من اعتقاله في معتقل الميليشيا بمدينة الصالح في تعز. نشوان خرج للبحث عن عمل في مدينة القاعدة، كان يعمل على تنظيف السيارات قبل أن تختطفه ميليشيا الحوثي دون تهمة. طلبوا منه المشاركة معهم في القتال لكنه رفض، فزجوا به في السجن لسنة وثمانية أشهر، ثم أفرجوا عنه مقابل فدية مالية قدرها 300,000 ريال دفعها أحد المتبرعين. لكن نشوان لم يعد بخير كما ذهب، ترك التعذيب في جسده آثارا بالغة، فحالته تزداد سوءا جراء التعذيب، وكما يبدو فإنه سيفقد وظائف الكبد. لقد عذبوه داخل السجن وتبدو آثار التعذيب في رأسه وقدمه، كما بتروا إحدى خصيتيه وتركوه جثة حية فاقدة للكثير من الوظائف. نشوان واحد من مئات بل الآلاف من المعتقلين والمخفيين قسرا في سجون وأقبية الميليشيا، يتعرضون لتعذيب وحشي وقمع ممنهج، ويخرجون بأجسام مشلولة وأجساد معاقة. آلاف المدنيين اعتقلتهم ميليشيا الانقلاب بتهم ملفقة أحياناً ودون اتهامات في الغالب. أودعتهم ميليشيا الحوثي سجونها في العاصمة صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرتها. بعضهم كانت تتهمهم أنهم رفضوا الحرب في صفوفها، وآخرون لمجرد الاشتباه في رفضهم الانقلاب والحرب. نشوان صورة تفضح للعالم ما يحدث في أقبية الميليشيا، وتنقل للمبعوث الأممي والمتحاورين في السويد فكرة عن الجحيم الذي يعيشه اليمنيون في عهد الحوثي، وقد تضع حداً لواحدة من أكثر القضايا الإنسانية والحقوقية المؤرقة للضمير الإنساني. إذن بداية مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة ستكون معي الأستاذة بشرى نصر الناشطة الحقوقية عبر سكايب من السويد، وسينضم معها آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذة بشرى. مساء الخير أستاذة عزيزة. أهلا بك. إذا بالأمس سيدة بشرى التقيتم بممثلة الصليب الأحمر الدولية سيدة مارغريتا في ستوكهولم على هامش المشاورات، ما كانت نتائج هذا اللقاء؟ الصليب الأحمر كما احنا عارفين أنه حيشرف على عملية التبادل الأسرى، و تناقلنا أنه هناك تخاوف مخاوف أن لا تكون هناك أسماء مضمنة في عملية تبادل الكشوفات، وما هي الآلية التي سيتم فيها تبادل الأسرى. هي طبعا هي it is within us، يعني أنها داخل دولة واحدة وليست بين دولتين. العملية ستكون ليست مثل تبادل الأسرى بين دولتين. العملية عندما يستلم الكشوفات سيرسل الصليب عملية التبادل.
نعم، إذا آخر التطورات في هذا الملف، ملف تبادل المختطفين، يعني هذا هو اليوم الرابع من المشاورات، لم يتم مشروع في تنفيذ الاتفاق، هل هناك أي خطوات جدية نحو ذلك؟ هم بدأوا في الشروع في هذا الاتجاه. نعم. هناك مخاوف لدى الحكومة الشرعية أنه ما فيش ضمانات. أولا هي عملية التبادل هي للأسف الشديد أن أسرى الحرب لدى الحكومة الشرعية هم قلة، لكن لدى الح... لدى ال... لدى ال... لدى ال... لدى ال... لدى أسرى الحرب لدى الحوثيين هم قلة، لكن ما لديهم هم المختطفين والمعتقلين المدنيين. نعم. وما خاف الحكومة أنها تحتاج إلى ضمانات أن أسرى الحرب الحوثيين عندما يخرجون إلى مرة أخرى لا يعودون للقتال مرة أخرى، هذا إحدى الضمانات التي يجب تقديمها. الموضوع الثاني عملية المختطفين أيضا، المختطفين كما نعلم أن الحوثيين ما زالوا يختطفوا الكثير والكثير من المدنيين، فما هي الضمانات أن يتوقفوا عن هذا العمل؟ المشكلة الآن مثلا مثل اليوم ما زال هم يجلسون على طاولة المشاورات، سمعنا اليوم أنهم بالحديدة قاموا باختطاف الصرافين فقط لأنه الصرافين بالحديدة فقط لأنهم يتعاملون مع البنك المركزي. هناك يعني تعسف من الحوثيين في عملية أنه تقديم الضمانات، تقديم الـ في بعض الأسماء أيضا، لكن نتمنى أن بالنسبة للأسماء نتمنى أن تكون أن تضمن جميع الأسماء. أنا أعرف أن الوزير اليماني التقى بالأخت أمة السلام الحاج من نعم. روضة أمهات المختطفين، نعم. وهذا شيء جيد، ونأمل أن تكون جميع الأسماء قد ضمنت للصحفيين والمدنيين والمختطفين والذين ليس لهم أي عمل سياسي أو ملف سياسي. هذه هي أهم النقاط التي تدور الآن. يعني نعم، ستكون معنا بإذن تعالى الأستاذة أمة السلام حتى تحدثنا عن آخر التطورات أيضا، لكن أستاذة بشرى بالنسبة لهذه الضمانات يعني التي تبحث الشرعية عنها ولها الحق في ذلك، خاصة مع استمرار الاختطافات اليومية التي نسمعها هنا وهناك، هل يعني تستوعب الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها هذا القلق من قبل الشرعية؟ لما لا يتم الضغط على الحوثيين على الأقل لتقديم ضمانات حقيقية؟ هذا السؤال يوجه لهم، يعني أنا لا أدري. يعني هناك كما نعرف جميعنا نحن اليمنيين أن هناك تدليل وتدليل للحوثيين في أكثر من ملف، في أكثر من قضية، يعني الملفات كاملة التي تطرح الآن في المشاورات هذه يتم تدليل وتدليع الحوثيين فيها، وهذا السؤال يوجه لهم، يعني لا أستطيع أن أرد. إذن اسمحي لنا أن ينضم معنا أيضا الدكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي والحقوقي عبر سكايب أيضا من كندا. مساء الخير دكتور عبد القادر. مساء النور والعافية أخت آسيا. أهلا بك دكتور. اليوم إذن هو الرابع من هذه المشاورات التي لم يتم التنفيذ أي شيء بخصوص اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين، ولا حتى إبداء حسن نوايا، ولا الإشارة لأي أبجديات حول هذا التبادل الذي يرى الكثير من الناس أن فيه ظلم لهؤلاء الذين تم اختطافهم من بيوتهم واستبدالهم بأسراح. كمختطف سابق، أنا مختطف سابق ومخفي قسرياً، أتمنى أن يخرج من السجن كل واحد، واليوم قبل بكرة. بس في حاجات، عدة حاجات لازم الواحد يقولها قبلها. هذه جريمة، هذا مش تبادل أسرى. اختطاف الناس من بيوتهم أو من الشوارع أو البحث في تليفوناتهم عن المواقع التي
يشاهدونها ويتابعونها وبموجبها يختطفوا، أو اختطاف الناس لأنهم لا يرضوا أن يذهبوا معهم إلى الجبهات، أو اختطافهم بغرض أخذ فدية أو بغرض ابتزاز مالي. هذه اسمها جرائم، جرائم. والإخفاء القسري، الإخفاء القسري أن لا يعرف الشخص عن أهله شيئا ولا يعرف الأهل عن المختطف شيئا، هذه جريمة دولية، هذه جريمة ضد حقوق الإنسان، هذه جريمة لا تسقط بالتقادم، هذه جريمة. طيب ندخل في المبدأ الثاني، في قاعدة الجريمة لا تفيد ولا يجب أن يفلت المجرم من العقاب. الآن كما قالت الأخت بشرى، هم يدللونهم ويدلعونهم، كيف أصلاً وافقوا على الحديث معهم وهم يخطفون الناس وهي جريمة وهي يعاقب عليها القانون الدولي، وهم تبع المجتمع الدولي، وهم يمثلون الأمم المتحدة ويمثلون حقوق الإنسان العالمية. في شيء بشع، في شيء هوشلية، في شيء مش معقول ولا مقبول من جانب المفوض الأممي ومن جانب السفير البريطاني الذين يروجون لمحادثة ستوكهولم، أنهم يقولوا أنهم على موقف متساوي من الطرفين، وأن هؤلاء هم طرفان وأنهما طرفان النزاع، بينما بموجب قرارات مجلس الأمن والقرار 2116 هم متمردون وهم مستولون على السلطة وهم منقلبين انقلابيين على نعم. لكن اسمح لي دكتور عبد القادر عند هذه النقطة، نعم تحت إشراف يعني الكثير المتحدة. الكثير نعم ممتعد من هذا التدليل ويشعر بالسوء ويشعر بمدى هذه البشاعة أن يتم تعذيب هؤلاء المختطفين وهم مدنيين، كما وجدنا في شخصية التقرير الذي ظهر معنا شيء بشع للغاية فعلا. لكن ما هو حاصل الآن وما هو مفروض على الجميع؟ أن هذه الميليشيا تجلس على طاولة الحوار، تفرض شروطها، يتم تنفيذها. يعني في النهاية نحن أمام أمر واقع، كيف يمكن للحكومة الشرعية أن تتصرف حيال ذلك، على الأقل للخروج بأقل الخسائر كما يقال؟ أصلاً نحن ندفع أثمان لتصرفات الشرعية والتحالف الآن، هذا ما يحدث الآن. وكما ذكرنا في حلقة سابقة، تعثر العملية العسكرية وتعثر إدارة المناطق المحررة. نحن الطريق إلى السويد ووصولنا إلى السويد هو دفع أثمان لما حصل في الأربع سنين الماضية. الآن شئنا أم أبينا، دخل في نص الطريق المجتمع الدولي والأمم المتحدة وحلفة خاشقجي، وكلهم قالوا لازم إحنا من الآن فصاعدا نحن سنضبط إيقاع الحركة في الشأن اليمني. نحن ندفع أثمان التعثر، تعثر أربع سنوات ماضية. بعد كذا مقابل هذا، المفوض الأممي والسفير البريطاني، وبريطانيا بحد ذاتها زي ما يقولوا متلهفة، تلهف بلهجة أهلنا في صنعاء، مضايقين قوي، يعني يريدون أي حل. وعندما يبحثون عن الحل لا يجدون أمامهم من معه أوراق كثيرة يستطيع أن يقدمها إلا الحوثي، بسبب استيلائه على الأماكن المكتظة بالسكان في اليمن، وبسبب تمتعه بفنون الحرب الإيرانية التي تكلمنا عنها سابقا. فهم يدللونه لأنه فرض نفسه، ونحن ندفع أثمان. إذا اسمح لنا دكتور أن بس معنا نعم سأعود إليك، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا مسؤول ملف المختطفين في الوفد الحكومي السيد هادي هيج من السويد عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ هادي. يا مساء النور، اهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم. اهلا بك استاذ هادي. تقريبا اربع ايام يتم مناقشه الملف الابرز وهو ملف المختطفين، ما هي العوائق لتنفيذ هذا الملف او هذا الاتفاق؟ هو العوائق انت تبدا الان، ربما تبدا مستقبلا. نحن الان نعمل اليه تنفيذيه لتنفيذ الاتفاق، والتقينا اليوم طرفين مع
مكتب المبعوث الأممي ومع الصليب الأحمر، وناقشنا الآليات لتنفيذ هذا الاتفاق، وتناقشنا خمس قضايا. نعم. القضية الأولى التي ناقشناها الفترة الزمنية من البدء إلى الوصول إلى الإفراج، وهي ستكون 47 إلى 48 يوم. ثم ناقشنا تسليم الكشوفات، واتفقنا على أساس نسلم كل طرف يسلم كشوفات الأسرى حقه خلال 24 ساعة. غدا سيكون آخر موعد للتسليم. نعم. وهي المرحلة الأولى التي تناقشنا فيها أو تم الاتفاق عليها. نعم. الثالث كوننا لجان، ثلاث لجان، لجنة إشرافية ولجنة لوجستية لتنفيذ التبادل، ولجنة للجثامين. ولجنة عفوا الثالثة؟ للجثامين. نعم. القتلى. نعم. من مكونة؟ يعني من الطرفين أو؟ من الطرفين، والصليب الأحمر ومكتب المبعوث. نعم. وناقشنا النقطة الرابعة، موقع التبادل. ناقشنا موقع التبادل لهؤلاء الأسرى، واتفقنا على المكان لهذا التبادل. أين سيكون؟ أين سيكون؟ اتفقنا أن يكون الموقعين صنعاء وسيئون إن شاء الله، هذا اتفاق مبدئي، وربما يكون لنا الخيار آخر اللي هو خيار باء، لكن إحنا الآن في هذا الخيار، واتفقنا على هذا الخيار ابتداء بحيث ننقلهم بالطيران من سيئون ومن صنعاء متزامنا. نعم. النقطة الأخيرة هو النقطة الخامسة، الناحية الأمنية أو توفير الحماية الأمنية للمكتب المبعوث أو والصليب الأحمر والعاملين معهم. هذه نقطة ناقشناها، والتزم كل طرف بتأمين المنطقة التي لديه. نعم. هذه النقاط التي اتفقنا عليها. نعم. إذا اسمح لي أسألك بعض الأسئلة حول هذه النقاط. بالنسبة للكشوفات، هل لديك عدد يعني بأسماء المعتقلين المختطفين في جانب الشرعية؟ هل وصلتم إلى العدد النهائي؟ أكيد. نعم. كم عندنا هو؟ أسماء، لكن لا أستطيع أن أفصح عنه الآن حتى أسلمه. تمام. إذن يعني نبدأ بالتسليم ثم بعدين أصلح عن العدد. نعم. إذن تحدثتم ربما عن موقع التبادل، وهناك سؤال ربما كان يلح على الكثير منذ بداية المشاورات، هل سيسمح لمن يتم إطلاق سراحهم من قبل ميليشيا الحوثي بالبقاء في منازلهم عند أهاليهم، يعني أو أنه يتم أيضا ترحيلهم إلى مأرب كما حدث في المرات السابقة، وبالتالي ندخل في إشكالية جديدة من النزوح والمعاناة والابتعاد عن الأهل وما إلى ذلك؟ هو المشكله ليست عند الحوثي، هو نظريا سيوافق لا شك. احنا ربما الاخ اللي يخرج من السجن يكون متخوف ان يعود اليه مره اخرى، هو الذي سيكون متخوف. الحوثيين ربما يمسكوه في المره القادمه، ليست لدينا الى الان، احنا ندرس الان ضمانات عدم نعم. يعني لما لا يتم التحدث عن هذه الضمانات؟ يعني خاصة اسمح لي أستاذ هادي، يعني أغلب من هم في كشوفات الشرعية مدنيين، يعني أخذوا من منازلهم، ليسوا أسرى حرب، وكانت هذه الفارق المؤسف للأسف الشديد أن يتم مبادلة مدني بأسير حرب، فبالتالي يعني أيعقل أن يتم الإفراج عنهم دون ضمانات على الأقل؟ يعني ألم يوضع هذا كشرط من قبلكم؟ لما الحوثي لديه الكثير من الشروط وجانب الحكومة لا شروط لديه؟ ليس هكذا. نعم تفضل. المفروض أن نعكس الرؤية معكوسة، المفروض أن الوفد الحكومي هو الذي جول في هذه الجولة واستطاع أنه ينتزع من الحوثي كل من مسك على ذمة هذه الأحداث. هو كان الأصل أن نتبادل الأسرى جميعا، لكن احنا صرينا أن الأسرى يدخل معهم كل من مسك على ذمة هذه الأحداث، فالأصل هذه تحسب لنا وليس علينا، أصلا تحسب لنا هذه القضية. نعم. ولا تحسب على يعني أنه هو الذي شرط، احنا اللي شرطنا أنه احنا لا نقبل نطلق لك أسرى بأسرانا إلا أن يكون إضافة إلى الأسرى كل من مسك على ذمة هذه الأحداث. هذه نقطة لصالحنا وليس لصالح الحوثي.
بل شرطنا هذا. نعم لكن طبعا. لكن هي تتيح ايضا المجال استاذ هادي انه المدنيين يعني ربما توسع المساحه لدى الحوثي، انه كلما اختطفت مدنيين معناها انك قادر على استرجاع اسرى الحرب، خاصه مع تضخم الاعداد التي لديه. هو التبادل ليس بالمدنيين، احنا نتبادل اسرى باسرى. نعم. وشرطنا ان يطلق كل من مسك. نعم. يعني اسرى باسرى، جميع الاسرى مع جميع الاسرى، ويضاف الى ذلك كل من مسك على ذمه الاحداث. نعم جميل. فهذه المفروض انه هو كان يتشدد فيها، مش احنا نتشدد فيها. نعم. هو الذي يتشدد في هذه القضيه ويقول احنا اسرى مقابل اسرى، لكن يقول لا احنا كل من مسك على ذمه الاحداث هذا نعتبره في حكم الاسير، ما نعتبره شخص انت مسكته له قضيه او تلفي له تهمه انه صحيح. سوى كذا او عمل كذا، هذا ما نقبلها. نعم. نعتبره هذا انت مسكته بذمه الاحداث، واتفقنا على هذا الاساس. جميل. هذا اذا بعد تسليم الكشوفات والذي سيكون يوم غد ان شاء الله، هل تم تحديد الموعد النهائي يعني بدايه اتخاذ الافراج عن هؤلاء المعتقلين؟ متى ستتم هذه الخطوه؟ انا ذكرت لك في سياق حديث. نعم محدده خلال 45 الى 48 يوم بهذا. 48 يوم بدات من تاريخ 3/12. نعم. تمام. ستنتهي ب 48 يوم. الاعداد الان بيقلب الى لان فيها مراحل. المرحله الاولى تنتهي غدا لتسليم الكشوفات، ثم تاتي بعدها المرحله الثانيه مرحله الافادات، ثم تاتي بعدها مرحله الملاحظات، ثم تاتي بعدها مرحله الافادات على الملاحظات، ثم تاتي بعدها التوقيع على الكشوفات النهائيه، ثم تاتي بعدها ترتيبات للتبادل. نعم. اذا 48 يوم نامل ان يصدق الحوثي هذه المره، ولا تكون هذه الايام كفيله بان ينقلب على الاتفاقات كما هي عادته. نسال الله لكم التوفيق استاذ هادي هايج. آمين. مسؤول. شكرا جزيلا. ملف اهلا بك. مسؤول ملف المختطفين في الوفد الحكومي، كنت معنا عبر الهاتف من السويد. اذا اعود اليك استاذ عبد القادر، استمعت لحديث الاستاذ هادي وتتبعت النقاط، هل تتبعت النقاط التي تم الاتفاق عليها؟ نعم. ما هو تعليقك؟ انا تركيبتي المزاجية وطريقة تفكيري ترفض هذا الموضوع من رأس القامة. لماذا؟ هذه جريمة، وإشغالنا بمناقشات وتفصيلات لا تنتهي، وتقنية والفقرة رقم واحد واليوم رقم كذا والملف الفلاني والكشف الفلاني، هذا إحنا بنقع في مصيدة الحوثي. هو بيرجع الآن إنه طرف نزاع ونحن بنتشارع ونحن تعالوا نعمل قواعد لحل هذه المشكلة. لكن دكتور عبد القادر اسمح لي، يعني ما هو على أرض الواقع ليس كما نحلم أنا وأنت بأن الحوثي هو ميليشيا ويجب أن لا يقعد على طرف طاولة المشاورات. يعني العالم فرض شروطه ونحن للأسف الشديد مجبرون على ذلك. يعني الآن لا نستطيع أن نقول لا نريد هذا الاتفاق، وأيضا لا ينفع أن نقعد مع الحوثي لأنه ميليشيا وأنه منقلب وأنه ليس طرف نزاع. الآن نحن نتحدث عن حلول ربما تنقذ آلاف ممن هم يعني يشبهون القصة التي ذكرت، وأنت ربما مطلع على الكثير من يتم تعذيبهم. أليست هذه خطوة جيدة؟ يعني بالله عليك كأم مختطف، هل يهمني هل الحوثي طرف أو شرعية طرف أو لا يهمها شيء إلا أن يخرج ابنها بنصف صحة حتى؟ ونحن يهمنا أن يخرج. نعم. خلاص بيفرضوا علينا ان هكذا خلاص نسلم ونسمع معاهم وما نعلقش ويعملوا ما يريدون واحنا بعدهم كما يريدون. انا لا اقصد ان اصادر حقيقة، وهذا هو حالنا. ولكن دكتور عبد القادر انا اقدر وجعك. انا فاهم قصدي. نعم. انا فاهم انت نحن جميعا مستاءون. يعني انا ربما انا بجيلك على طاوله المفاوضات وليس من هذه المره، ولكن كما أخبرتك يعني للأسف الشديد أنا جايلك. نعم. المجتمع الدولي هو من يفرض ذلك. نحن تعودنا أن تحدث أشياء سواء أعجبتنا أو لم تعجبنا. نعم. يعني 40 سنة الآن أو أكثر
والعنوان الرئيسي ما عايسووا، ما عايسووا، إيش يقدروا يسووا؟ خلاص إحنا خليهم يستمروا على كده، وبنرجع ثاني لحلة الضغط وتحت الحماء وتحت النيران، وبعد كده بننفجر من جديد. لو استمروا على هذه الطريقة لن يحصل أي حل مشكلة. نتمنى أن يخرجوا كلهم، وأنا أعرف يعني إيش أن تكون في زنزانة قاوع بردان، ما فيش هواء ما فيش شمس، هذا شيء محطم من الأعصاب. وعارف يعني إيش أهل، وشفت ناس بيفقدوا أعصابهم، وشفت ناس بينتحروا، وشفت ناس بيخبطوا رأسهم بالجدار، وشفت ناس بيفقدوا عقلهم. أنا فاهم هذا الموضوع تمام، بس أنا بتكلم للحين الزاوية في مجتمع دولي. المجتمع الدولي يجب أن لا يتهاون أبداً في هذا الموضوع ويتعامل معه. هل المجتمع الدولي يقبل أن يدفع فدية لواحد اختطف واحد من أهاليهم؟ هل يوافق على ابتزاز؟ هل يوافق على أنه يخطف واحد من بيته ولا بسبب إيش مكتوب بتليفونه؟ وهذا الحوثي يقدر الآن بقرد قلم يخرج يخطف 2000 واحد بالشارع، ما فيش مشكلة معه. يعني هذا اللي احنا بنتكلمه، يخرجوا على عيني وراسي، ونتمنى خروجهم. واعتقد كمان انه في وسط هذه المتاهات انهم سيخرجوا، سيخرجوا يعني شو سيخرجوا؟ لان لو لم يخرجوا بعد كل هذا الضجيج فهي فضيحة بقلاقل لهم كلهم. هذول اللي جالسين قدامك في الطاولة بتشوف التلفزيون قناة بلقيس بيعرضوها، نعم هم بيخرجوا، سيخرجون. الان نحن نتامل ما يحدث حول هذه عملية الخروج. نعم اسمح لنا أستاذ عبد القادر، أنا أعود للأستاذة بشرى. أستاذة بشرى، استمعتي الأستاذ هادي ذكر 5 نقاط تم الاتفاق عليها: الفترة الزمنية، تسليم كل الكشوفات وهو يوم غد، تكوين 3 لجان إشرافية ولوجستية ولجنة الجثامين، وأيضا تم تحديد موقع التبادل تحديد مبدئي، وأيضا كل طرف يتكفل بحماية مكتب المبعوث الأممي وأيضا الصليب الأحمر. ما هو رأيك؟ لا أتمكن من سماعك أستاذة بشرى. نعم أستاذة بشرى، هناك نعم. نعم هناك مشكلة في الصوت. نعم تفضلي. الآن نعم، هل سمعتني؟ أولا أتفق مع الدكتور عبد القادر الجنيد، فعلا هم نعم سمعته، تفضلي. فعلا هم دخلونا في متاهات، جبر الضرر، تعويضات للمختطفين. اوكي، نفترض ان هذه الجرائم لن تسقط يعني بالتقادم وما الى ذلك، وسنستطيع في يوم من الايام ان نقدمها للمحاكمه، نفترض. لكن حتى لم يناقشوا ما هي التعويضات التي تتقدم لهم، ما هو جبر الضرر، ما كيف سيعيد تاهيلهم مره اخرى للمجتمع، حتى يعودوا للحياه مره اخرى. هؤلاء يخرجون يعني اشباه موتى، يعني هذا اذا مثل ما قلت اذا كان يعني بصحه او بنص صحه يعني. فهذا لم يناقش ايضا، يعني هذه من الجرائم، جرائم يعني يجب ان تناقش، يجب ان تناقش بشده وبقوه من دون اي يعني تنازل عنها. هذا وجهه نظري. نعم، اذا هل يعني تتوقعين انه فعلا هذه المره سيتم اتخاذ خطوه جاده نحو الافراج عن المعتقلين؟ يعني ربما لأول مرة في المشاورات يتم تزمين، يتم تقسيم، يتم جدول أيضا للعمل وتقسيمه على مراحل. هل تتوقعين أن الأمر مختلف هذه المرة؟ إذا نظرنا إلى الملفات الستة التي تناقش الآن على طاولة المشاورات، قد تكون هذه النقطة هي النقطة الأكثر تفاعلا نوعا ما، وإن كانت يعني مجحفة بحق المختطفين، مجحفة بحق الشرعية، مجحفة بحق اليمن، لكن نتقبلها ونتجرحها مثل ما هي عليه. نأمل أن يتم إخراج هؤلاء الناس، نأمل أن يخرجون هذا إلى عائلاتهم، إلى أمهاتهم، إلى زوجاتهم، وإلى يعني هذا سيكون نوعا ما يعني لصالح يعني الأمهات، لصالح المدنيين. يعني الشيء الآخر التي يجب أن نعمله الآن، أن ما هي الخطوة الثانية التي يجب أن
نقوم بها نحن كمجتمع يمني. أنا أقدمها، يعني أنا أريد أن صوت للمجتمع اليمني، الشعب اليمني. يجب أن دائما أن نصاب بالخذلان ونتكيف عليه. يجب أن يكون هناك موقف نقوم فيه كفى، فإذا لم تكن هناك من يحمينا سنحمي نحن أنفسنا، وسنتعلم لغة القانون ولغة الحقوق ولغة كل اللغات الدولية، ونواجههم ونواجه المجتمع الدولي بلغته. نعم. كفى، وهذه جملة أريد أن أقولها للشعب اليمني من حكم هذا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك يا بشرى نصر الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر سكايب من السويد. نعم، وتنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة أمة السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين من الرياض. مساء الخير أستاذة أمة السلام. مساء النور، حياكم الله. إذا أتمنى أنك استمعتي للأستاذ هذه هيج، والذي تحدث عن ربما آخر التطورات في ملف تبادل المعتقلين والمختطفين أيضا في السويد. هل لك أي تعليق؟ أو إذا تحبي أن أذكر لك أبرز النقاط سأذكرها. اذكري لي ابرز النقاط لاني لم اسمع. نعم، هو تحدث عن 5 اتفاقات عن فتره زمنيه بدات من يوم المشاورات حتى 45 الى 48 يوم. يتم غدا تسليم جميع الكشوفات من قبل الطرفين. تم تكوين 3 لجان اشرافيه ولوجستيه ولجنه للجثامين مكونه من الطرفين والصليب الاحمر ومكتب الامم المتحده. موقع تم تحديد موقع للتبادل وهو صنعاء وسيئون، وهو موقعين يعني في البداية يعني لم يتم التأكيد عليهما، قد يتغيرا. والنقطة الخامسة وهي حماية المكتبين، مكتب الصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة، من قبل كل طرف يحمي الأرض التي هو مسؤول عليها. هل تجدين أن هذه النقاط تسير في صالح أبناؤكم من المختطفين والمعتقلين؟ نعم طبعا، أول شيء نشد على أيديهم المتفاوضين، ونشكر الأستاذ هادي هيج على تفاعله واستيعابه لجميع الملاحظات التي طرحناها عليهم. نعم. ونشكرهم أيضا على تفاعلهم المستمر في هذه النقطة، ونتمنى أن تنجح هذه الاتفاقات ويرجع أبناءنا المختطفين إلى أسرهم. هو كنا أكدنا على مسألة ضمانات يضمنوا لهم أن لا يعتقلوا مرة أخرى، وأن يفرج عنهم ويرجعوا إلى بيوتهم، وتعالج نفسياتهم والناحية النفسية والناحية الصحية بالنسبة لهم. هذه كانت أهم النقاط التي هل تم استيعاب هاتين النقطتين الأخيرة أستاذ أمة السلام؟ لأنني سألت الأستاذ هادي ما الضمانات، قال لا توجد ضمانات لعدم يعني اختطاف مرة أخرى، يعني لم تقدم الميليشيا أي ضمانات. والأمانة يعني لم أسألها عن مسألة جبر الضرر والتعويض، هل ضغطتم في هذه المسألة وما الرد عليكم؟ هذا حسب رد الأستاذ هادي أنهم استوعبوا هذه النقاط، وأنهم طرحوها في إطار المشاورات، وطرحوها على مكتب المبعوث الأممي، ونتمنى أن يكونوا صادقين في هذا الجانب، لأنه يكفي الأمهات ألما وقهرا لما حصل لهن من قبل، والأمهات جميعا متطلعات إلى هذه المشاورات بأنها تنجح ويفرج عن أبنائهن. لو تشوفي كم الاتصالات التي والرسائل التي يرسلوها إلينا بأن نستوعب أبنائهم، وأنهم يتمنى في القريب العاجل أن يلتقين بأبنائهم، وأن كل واحدة تحضن ابنها في صدرها، لأنه طال الغياب وطال العذاب بالنسبة لها به الأمهات. فنشد على أيديهم، أيدي المتشاورين، أنه لا يرجعوا من المشاورات إلا وقد أفرجوا وأفرحوا قلوب الأمهات. نعم، هل تتوقع هذه المرة أنه فعلا سيتم هذا الإفراج، خاصة أنها ربما خطوة مختلفة عن كل المرات السابقة؟ هناك تزمين، هناك تحديد مراحل، هناك تحديد لجان، هل الأمر مختلف هذه المرة؟ نعمل ذلك. هذه المرة نرى جدية في مسألة أنه عملوا لجان وبدأوا مسألة التزمين، و
الصليب الأحمر والمبعوث الأممي مشرفين على هذا الموضوع، ونرى أنه يعني في أمل في هذا الجانب غير المشاورات الماضية في الكويت وغيرها. فإن شاء الله نأمل خير في هذه المشاورات وأن تنجح بإذن الله تعالى، ونشد على أيديهم ألا يرجعوا إلا بنجاحها. نعم، إذن أستاذة أمة السلام، يعني في تقديمكم للكشوف الآن المتحاورين بين طرف الشرعية وطرف الميليشيا، وتم بالتأكيد تقديم العديد من الكشوفات، ولكن يعني لدي استفسار حول المختطفين والمخفين قسرا أيضا في المناطق المحررة. هل تم استيعاب أسماءهم؟ لمن قدمت هذه الكشوفات؟ وكيف سيتم التصرف حيالهم؟ بالنسبة للكشوفات التي بالنسبة للمختطفين لدى الحوثيين، هذه تم استيعاب هذه الكشوفات. أما بالنسبة للتي هي في المناطق المحررة، هذا موضوع آخر وليس له دخل في مسألة التشاور وغيرها، لأني عند الذي في عدن عند أصحاب عدن، والذي يعني في حضرموت وغيرها عند أصحاب الشرعية في هذه المناطق. إذن كان الله في عونكم، تحتاجنا إلى جولات أخرى مع الشرعية لأجل هؤلاء. أتمنى أن يتم فعلا تحقيق هذا الإفراج، طال البعد كما قلتي، وبذلت الكثير من الجهود لأجلهم. ثم يعني أسأل الله لكم العون في متابعة بقية المختطفين. تقمن بعمل رائع أستاذة أمة السلام، شكرا جزيلا لك. أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور عبد القادر. إذن يعني كما استمعت، أمهات المختطفين يجدوا أن هذه الخطوة إيجابية بالنسبة لهن. ما هو تعقيبك؟ أنا متواصل مع أمهات المختطفين، وجانب كل الناس بيركزوا على عذاب السجين. في عذاب كامل وعالم كامل من العذاب، عذاب الأهل. يعني إيش أقول لك؟ لما واحد ما يعرفش عزيز عليه أو حبيب عليه أو صديق، إيش أخباره؟ يعني أنا أهلي بيقولوا لي، كانوا أحيانا ما يعرفوش إن أنا ميت ولا حي. طيب خلاص، أنا أعرف الحين، حاسس بهذه الأم وحاسس بالأمهات كلهن. الموضوع الكبير هو الآن الذي يحدث، هو يحدث كأنه أهل بيتفاوضوا مع مختطف، مع مجرم اختطف ابنهم، وبيطلب فدية. أنا بشبه موقف الحوثي الحين بأنه بيطلب فدية، واحد مختطف طفل صغير أو مختطف ناس مدنيين، والآن يطالب أنه ما بيرجعهمش لأهلهم إلا بدفع قيمة وقيمة مناسبة، وجالس يتصرط، وعادوا إلا بعد 48 يوم، والخطوة الفلانية والخطوة العلانية. هذا أنا كلامي، وكله بإشراف أممي، والأممي هذول اللي هم أصلاً واضعين القوانين والقواعد الدولية ضد هذه التصرفات وضد كل هذه الجرائم. من هنا احتجاجي، مش إننا احتجاجي إننا ما لا أريدهم أن يخرجوا، أنا أريدهم أن يخرجوا الآن وبدون أي شرط وبدون حتى أي تسلسل وأوراق وكشوفات. نعم أعلم ذلك. إذن دكتور، يعني في حال يعني لم تتم تنفيذ هذه الخطوات، تتوقع يعني هل المجتمع الدولي سيفرض هذه المرة يعني ضغوطه على الطرف المعرقل، أم أن الأمور ستسير كما اعتدنا في السابق؟ يعني لا ننسى في مشاورات الكويت التي ظلت 90 يوما تم التوقيع ورفض الحوثي في آخر هذه الأيام. أنا رأيي أن المجتمع الدولي ذا أكبر مقلب شربناه أو بنشربه، ولا له قيمة، إحنا اللي عاملين له قيمة. يعني مثلا الحين لو اشتعلت كل الجبهات، ناهم صروح حميدي، المجتمع الدولي إيش بيسوي؟
ولا نحتاج طائرات اف 15 ولا نحتاج اي حاجه، يمكن بتنفع لو في اباتشي. هم معاهم شباب، احنا معانا شباب، هم معاهم ناس عاملين نفسهم معاهم قضيه، احنا معانا قضيه. المجتمع الدولي لو احنا عملنا كذا، لو السعوديه والامارات خرجت من الموضوع ودهفوا وراهم من وراء الستار، المجتمع الدولي ايش معه من قدره على الضغط على الشرعيه في هذه الحاله؟ هو يقدر يضغط بس على السعوديه والامارات، احنا ما يقدرش يضغط علينا. هذه اول نقطه في الاجابه على سؤالك. النقطه الثانيه، المجتمع الدولي ولا هو مهتم بنا ولا شيء ولا شيء، هو جالس بيسدد ضربات للاشياء التي يريدها. البريطانيين اللي احنا عاملين لهم حبه ونص، هم تايهين ودايخين. اقراي العناوين الرئيسيه للصحف العالميه اليوم وشوف ايش بيحصل لتيريزا ماي، وهي الان مهدده بالسقوط. هم دايخين خالص. زعلانين البريطانيين انه الاماراتيين حبسوا عليهم واحد، وزعلانين من السعوديين لانه في بلومبرج قالوا عليهم انتم بتتدخلوا في اليمن اكثر مما يجب. السعوديين قالوا للبريطاني، اقرأي في اول اسبوع من اكتوبر الحديث الصحفي الطويل لولي العهد السعودي في بلومبرج، قال السعودي قال البريطاني انتم بتتدخلوا اكثر مما يجب في اليمن. فهذا الحين اقرأوا تابعوا تمام. وهم الحين دايخين خالص، يلا هو شوية سفير وشوية مفوض أممي من بريطانيا عاملين الضجة دي كلها. أنا ولا المجتمع الدولي قيمته من القيمة اللي احنا بنجيبها له، مش من قيمته الفعلية اللي هو يقدر يأثر في بها علينا. مشكلتنا هي داخلنا احنا وليست في المجتمع الدولي. نعم، يعني هل يعقل أنه لم يتم استيعاب ذلك حتى الآن؟ يعني كما قلت المجتمع الدولي مجرد كذبة، مجرد علاقات دول، مصالح دول لا أقل ولا أكثر. لا أحد يهتم لمن مات هنا أو اعتقل هنا أو اختطف هناك بقدر ما يهتم لمصالح الشخصية، والأحداث ربما أظهرت ذلك أكثر من مرة. يعني لما لم يتم استيعاب الدرس حتى الآن؟ والمجتمع الدولي لن يفعل ايضا شيئا، يعني لو عملنا له حاجه تزعله ما بيعمل لنا حاجه. ايش بيعمل لنا اصلا؟ ما بيعمل لنا حاجه، ليش خايفين؟ هو يقدر يعمل للسعوديه، ايوه المجتمع الدولي تمام، يقدر يعمل للامارات، لكن احنا ما يقدرش يعمل لنا حاجه. فاذا في مساحه للشغل، حتى الاماراتيين والسعوديين يأهلوا الشرعية أنها تقوم بواجبها زي الناس. أنا الآن عامل نوع من الحملة أنه لا، السعودية والإمارات هم حلفائنا، السعودية لازم يغيروا طريقتهم في التعامل مع الشرعية وساعة ويمكنوا الشرعية منها تقوم بواجبها. و 99% من الالتباسات هذه، وترامب ايش يشتي، والكونغرس ايش يشتي، والحزب الديمقراطي ايش يشتي، والحزب العمال البريطاني ايش قال، وميركل ايش قال، كل ذا بيختفي في بقرة قلم لو يعملوا بس الطريقة دي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا عبر سكايب من كندا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.